السلام عليكم ورحمة الله كي بخير نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير فيديو جديد من مرجان تخفيضات جديدة وعروض اللي زوينة بزاف مناسبة ان شاء الله اقتراب رمضان الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وبكل ما كتمنى ان شاء الله صراحة جابوه ميزات لي جدادين وداكشي صراحة غزال وغادي نبدا معاكم بسم الله على بركة الله أول حاجة بديت بها هي هاد السوبيرة هادي اللي كيجي معاها هكا باك كبير كما كتشوفوا 12 زلافة ديال وهكا سوبيرة مهم باك كامل تبارك الله فيه كلشي يعني هذا ديال عائله كبيره كما كتشوفوا وبالنسبه للثمن باش جايبينه هو 379 درهم بالنسبه للبياسات كاملين كيجيو كي فيه 26 بياسه وبالنسبه للثمن ديالهم 379 درهم كاين هذا هذا هكا هذا الباك هكا اللي كيجي كي ديال سته ديال الزليفات كتجي هكا سوبيره كما كتشوفوا الشكل ديالها صراحه زوين كما كتشوفوا كيجيو كي معها هكا سته ديال الزليفات وحتى هي جايبينها بواحد الثمن اللي زوين كما كتشوفوا كيجيو يعني 8 ديال البياسات فيهم جوج ديال الزواقات دوك السوبيرات فيهم هذا الشكل هذا اللي كيجيو فيه هذه الوريضات وبالنسبه للزلافات راه الحجم ديالهم كبير وكاين داك الشكل الاخر اللي كيجيو هكا فيه دوك الوريضات في الموف بالنسبة للباك كامل كيجيو فيه هكا 8 ديال البياسات والثمن ديالهم هو 199 درهم نتمنى ان شاء الله الله يجازيكم بالخير ما تنساوش هذا الفيديو من اللايكات ديالكم التعليقات ديالكم المحفزه اللي مجرب اي حاجه يخليها لنا في التعليقات كما كنقول لكم دائما واللي ما مشتركش مرحبا بي ألف مرحبا طبيعه الحال الا عجبتكم القناه وغادي نكمل معكم جابوا هاد الزليفات هادو ديال بورسولين كما كتشوفوا هكا الشكل ديالهم كيجي زوين كاملين في البيض الحجم ديالهم متوسط ماشي كبار بزاف وماشي صغار هذا هو العبار ديالهم والثمن باش جايبينهم هو 6 دراهم فاصله جابوها جابوا التشكيله جديده ديال الطبيصلات فيهم الحجم المتوسط الصغير الكبير المهم غنصور معكم هكا شي حويجات وغندوزوا للتخفيضات فكما كتشوفوا هذا هذا كيجي هكا فيه داك الجناب في الدوغي الفار ديالو راه فيه 23 سنتيم والثمن باش جايبينه هو واحد 21 درهم فاصله وتسعين وجابوا كذلك هذا الشكل هذا من طبيصلات فيهم بزاف ديال القياسات كاين هذا العبر هذا كيجي شويه صغير وشويه غارق من الوسط بالنسبه للثمن باش جايبينه هو 8 دراهم فاصله 95 كاين هذا شويه زايد عليه اللوينات اللي فيهم صراحه زوينه ولاول مره غادي نشوفهم في مرجان الثمن ديالهم 11 درهم فاصله 95 وكاين هذا الشكل هذا اللي كيجي هكا بحال الشكل ديال شي وريضه فيهم جوج ديال الزواقات كاين هذه الزواقه هذه هاد وكاين هذا اللي قدامه الثمن ديالهم هو 14 درهم فاصله 95 كاين عاود هذا الشكل هذا اللي كيجي غارق وداير هذا كيجي شويه ماشي كبير وماشي صغير حتى هو فيه تواجوج ديال الزواقات نفسهم وبالنسبه للثمن ديالهم 9 دراهم فاصله 95 الجديد في الزليف جابوا هذه هاد الزليفات هذ حتى هما ديال البورسولين كيجيو في البيض وفيهم داك الزواقه في الاورنج والثمن باش جايبينهم هو 10 دراهم وكاين تخفيض رائع دابا غنبدا معكم في التخفيضات كاينين هاد ليمول مول هادو اللي كانوا جايبينهم صراحه بواحد الثمن زايد هادو كانوا فوق 70 درهم هادو راه كيجيو جوج ديال ليمول مول هكا ديال الفران ثقالين فيهم هكا اللون الكحل والثمن دابا باش نرجعوهم هو 49 درهم فاصله 95 كاين هاد المقيلات ديال لا مارك بابي فيهم تما واحد التخفيض اللي زوين تقريبا نص الثمن ناقصين فيهم كتجي المقله هكا اللي متوسطه وكاينه هذه اللي شويه كبيره والثمن ديالهم من 149 درهم رجعوهم ب 89 درهم فاصله 95 العبار ديالهم وحده فيها 24 وحده فيها 28 سنتيم كاين هاد المقيلات هادو حتى هما فيهم واحد التخفيض زوين لاول مره كنلقاهم بهذا الثمن هاد لامارك مارك معروفه انها ديال تركيا كاين هاد اللون هذا وكاين اللون البيج حتى هما فيهم واحد التخفيض اللي زوين والثمن ديالهم هو 59 درهم فاصله 90 ايوا 89 درهم كاين هاد البلاطويات هادو ديال البامبو كيجيو هكا الحجم ديالهم ماشي كبير بزاف الشكل ديالهم كيجي صراحه زوين كتجي فيهم واحد الزواقه لداخل هكا ديال الرخامه والثمن ديالهم من 139 درهم رجعوهم ب 69 درهم حتى هما فيهم واحد الكميه كبيره وجايبين هاد القطاره ديال القهوه اولا ديال الاعشاب هكا ديال الاعشاب ولا ديال اتاي حتى هي ناقصين لها في الثمن ونتمنى اللي مجرب اي حاجه يخليها لنا هكا في التعليقات هذه من 49 درهم رجعوها دابا ب 39.95 لقيت الجديد في هذه الكويسات صراحه زوينين هذو كيتباعوا الحبه كيجيو هكا طوال الزاج ديالهم زوين وغليظ كاين هكا الحجم اللي كيجي يعني عادي وكاين الكبير آه بالنسبه لهادو الكبار الثمن ديالهم 14 درهم فاصله 95 وكاين هكا الحجم اللي كيجي العادي الثمن ديالو 9 درهم فاصله تسعين وجابوا كذلك هاد هما كيجيو هكا بواطات بالغطا ديالهم بحال الشكل ديال شي شي صلاديه كتجيب الغطاء ديالها عند هذيك العيبه الفوق باش هكا بغيتو تحركوا شي حاجه وتخليو داك الغطا بالنسبه لهاد الصلاديه فيها جوج الالوان فيها الحمر وفيها الكري الثمن ديالها خمسة 25 درهم كانت خمسة 35 درهم وكاينه هذه الصلاديه عاديه بالدك اليد ديالها عاديه ما فيهاش الغطا ديالها ب 17 درهم وهنا كاين واحد التخفيض زوين في هاد الفوطات ديال الكوزينه الجوده ديالهم زوينه هادو كيجيو 100% قطن العبار ديالهم 50 سنتيم على خمسين فيهم صراحه بزاف ديال ديال هكا ديال الشكيلات والالوان وكلهم فيهم رسومات هكا ديال الكوزينه كلهم صراحه الله زوينين والثمن ديالهم من 19 درهم فاصله 95 رجعوهم ب 14 درهم فاصله 95 ها نتوما كاين هذا الشكل هذا زوين صراحه الله فيهم الالوان وكاين اللي بغا هكا بحال دابا الكحل كاين هكا الكري والبياض ديال الالوان كاين هذه فيها هذا الرسمه ديال الطنجيه كما كتشوفوا كاين عاود هذه فيها هذا الكيتشن المهم كلهم فيهم رسومات اللي زوينه بزاف وكيف ما قلت لكم راه 100% قطن وغندوز معاكم لهاد الكويطات هكا ديال دوك الكراسه ديال ديال سالامونجي حتى هما ناقصين فيهم الجوده ديالهم زوينه ماشي دوك الرقاقين بالنسبه لهادو بقات فيهم هكا الزرق وبقى فيهم واحد اللون واحد الاورنج ها هو وحتى هما راه نقصوا فيهم هكا في الثمن والثمن ديالهم هو 25 درهم في الاصل كانوا كيديروا 39 درهم وكاين تخفيض حتى في هذه المخيدات ديال الوليدات الوليدات الصغارين فيهم هكا الزرق وفيهم الغوز هنا عيس لي ما كنتش مخدمه هكا الاضاءه هادو ديال, هادو ديال الوليدات الصغارين هادو اللي عندهم الحساسيه وبلا حساسيه هادو صراحه زوينين هكا الوليدات الصغارين والثمن ديالهم من 59 درهم رجعوهم 49 درهم فاصله 95 بالنسبه لهذا الفران ديال لامارك ام جي اس راهم رجعوه في مرجان بزاف ديال الناس كيسولوا عليه المهم حاليا راه دايرين له 449 درهم غنخلي لكم العبار ديالو كنت ديجا صورت معكم في الفيديوهات السابقه العبار هكا صغير فهذا كيجي متوسط والثمن ديالو 449 درهم ناقصين فيه دابا حاليا 250 درهم بالنسبة للعبار ديالو راه فيه 40 لتر غندوز معكم لهاد الفوطات اللي جابوها هكا كي في مرجان هادو حتى هما ديال تركيا كيجيو فيهم جوج الالوان كاين الكرونه وكاين هكا البلوسيال كيجي باك فيه فوطه كبيره وداك اللي معاه فوطه هكا متوسطه وكاين ناقص على هكا مهم بالنسبه لهادو راه ناقصين فيهم من 299 درهم رجعوهم ب 229 درهم وكاين واحد الشكل ناقصين عليهم ولكن هادو الجوده ديالهم حسن وهنا صورت معكم هذا التبصيل هذا اللي صراحه غزال في الشكل ديالو آه كيجي فيه ديك الزواقه ديال الزليج كما كتشوفوا المهم آه راه الشكل ديالو راه ماشي ماشي مسطح وماشي عاود غارق ها نتوما غتشوفوا يصلح البيتزا المهم زوين زوين بزاف وحتى هو نقصوا له في الثمن بالنسبه للثمن ديالو من 9.70 درهم فاصلة 90 رجعوه ب 39 درهم فاصلة 95 العبر ديالو 27 سنتيم وهنا غنكون وصلت معكم لنهايه ديال لا فيديو كنتمنى تكونوا استفدتم منه وعجبكم خليتكم على خير في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله